واحدة من الأمور اللي سويناها في البرنامج أننا حولنا المدينة المنورة بالكامل إلى 3D أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. فتخيلنا وحطينا متخيل هو بناء على الروايات بالأبعاد كل شيء كان في المدينة. المسجد النبوي كم كان طوله، كم كان عرضه، كم كان يسع. بيوت الصحابة فين كانت؟ فين كان عايش أبو بكر؟ فين كان عايش عمر؟ علشان لما نقرأ في السيرة خرج أبو بكر من بيته ودخل إلى يصير أنا متخيل إيش الأمور، فين الموضوع، فين الجنوب، فين الشمال. فقبل أن نتحدث عن القصص اللي حصلت بين الرسول عليه السلام وعائشة نوريكم بيت السيدة عائشة رضي الله عنها في المدينة المنورة. حين بدأ الصحابة في بناء المسجد النبوي قاموا أيضا ببناء بيوت للنبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته بجوار المسجد، فتم بناء بيتا للسيدة عائشة رضي الله عنها. بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بعضها من جريد مطين بالطين وسقفها من جريد، وبعضها من حجارة مرضومة بعضها فوق بعض وسقفها من جريد أيضا. وكانت أبعاد البيت 4.5 أمتار بارتفاع حوالي 3 أمتار. بالبيت مدخل صغير وحجرة أبعادها 3.5 أمتار في 3 أمتار. وكانت الحجرة من أكسدة الشعر مربوطة في خشب عرعر، والمسافة بين باب الحجرة وباب البيت 3.5 أمتار. ذكر البرزنجي أن بيت السيدة عائشة رضي الله عنها كان له بابان، باب غربي يفتح على المسجد من الناحية الغربية ويلاصق الباب الغربي لكل حجرة بالمسجد، وباب شرقي يفتح في الممر الذي بين الحجرات، وكان من عرعر أو ساج. يلاحظ أن الجدار الغربي للبيت هو جدار الحجرة الغربي، وباب البيت الذي هو على المسجد هو باب الحجرة الغربي، ويوجد ممر خلف الحجرات وهو الذي كان يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم للمرور على نسائه. ورد أن باب الحجرة عرضه يزيد عن ذراع أو ما يعادل 70 سنتيمتر، وارتفاعه 3 أذرع أي ما يعادل 1.5 متر تقريبا. وذكرت السيدة عائشة رضي الله عنها أيضا أن سريرها كان من الجريد وله وسادة، وفراش الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الأدم وحشوه ليف، فقد كان بيته صلى الله عليه وسلم بسيطا خاليا من مظاهر الترف. فتح العالم من هذا البيت. اللي هو يعتبر يعني 1/100 من أحجام بيوتنا. لازم نفهم أنه تعب عليه الصلاة والسلام من أجلنا.